لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطائف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها، حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم،
بفراق إخوتها وفاقد بنيها لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها هذه نساء كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها ما ظنت يا عم ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي قالت قومي اللولي يا عم بوادي الصرعة حتى نشوف وليانج ويم اجسادهم ننعى بنغسل جنايزهم من العينين بالدمعة يسكن ولينا يقوم ينظر حالك وحالي راحت للمعارة شلون يا محبين روحتها على ذيك الأجساد الدير سكنة بإيد عمتها وياهم حرم ويتام كل من تدق هامتها وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي يا عم انصدع قلبي من الشبان مصروعة جنايز كيف نعرفها ومن هالروس مقطوعة ومنه اللي بجنب حسين حتى مكسرة ضلوعة قالت لا تنشديني يا سكنة انصدع دلالي هذه جثة ابن أمي ويتكلم من المنحار هذا اللي بجنب حسين يسكن عليه الأكبار وهذا معرسج طايح على التربان ومعفار فجعن حسين بمصابة يا سكنة واندهش بالي هذا عون ومحمد البيهم ليلي سهرانة كل واحد غصن مقصوف منهم قبل ميحان وابو فاضل على الشاطي وهل مقطع اخوانه يا سهم البين بسك عاد بالله ارحم بحالي لكن الأمر لله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. ذكرت كلمة الحكمة في القرآن الكريم 20 مرة، ووصف الله نفسه ومجدها بالحكيم 91 مرة. والسؤال هو: ما هو معنى الحكمة؟ عندما تقول الآية يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي هذه الحكمة؟ اختلف المفسرون، منهم فسر الحكمة وقال إن الحكمة هي معرفة أسرار الكون، فمن عرف بأسرار الكون فهو حكيم. ومنهم من قال بأن الحكمة هي معرفة أسرار القرآن الكريم، فمن عرف بأسرار القرآن فهو حكيم. ومنهم من قال بأن الحكمة هي النور الإلهي الذي يميز بين وساوس الشيطان وإلهامات الرحمن. ومنهم من قال بأن الحكمة هي التفقه في الدين، فمن فقه في دينه فهو حكيم، إلى آخر هذه الأقوال. لكن الظاهر أن الحكمة تشمل كل هذه التعاريف، بحيث أن الحكمة في اللغة تعني العلم، ويقال للحكيم بأنه عالم. وهذه التفاسير كلها اللي قال معرفة أسرار القرآن والتفقه في الدين، هذه كلها علوم، يعني تندرج ضمن الحكمة، لأن الحكمة هي العلم. حتى النبوة تندرج أيضا ضمن الحكمة، لأنها نوع من أنواع العلم. ولا ينزل الله هذه الحكمة على أحد إلا إذا أراد به خير الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول لهم: لم أضع نوري وحكمتي في صدوركم إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة. ومن الملاحظ أن الآية الكريمة تقول: إذا نزلت الحكمة بساحة أحدكم فقد نزل في ساحته الخير الكثير والبركة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو جئنا إلى الحكماء ورأينا ديدنهم ورأينا طريقهم لعرفنا ما هي الحكمة. إلى الآن لم تتضح ما هي الحكمة التي تعنيها هذه الآية. سئل لقمان الحكيم، من أوضح المصادق والأمثلة الذين ذكرت وصاياهم في القرآن الكريم ومثال إلى الحكمة، هو لقمان الحكيم. سؤال: ما بلغ بك ما نرى؟ وش اللي وصلك إلى هالمرتبة وإلى هالمنزلة؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني وغض بصري وكف لساني وعفة طعمتي. هذه 6 أشياء هي اللي وصلتني إلى هذا المقام. إذا تبغون مقياس منه أفضل من لقمان ومنه أقل من لقمان، قال: فمن نقص عن هذا فهو دوني. أنت وش سويت يا لقمان؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني وغض بصري وكف لساني وعفة طعمتي، فمن نقص عن هذا فهو دوني، هذا أقل مني، ومن زاد عن هذا فهو فوقي.
ومن عمل بهذا فهو مثلي. في ضوء كل هذه التعاريف للحكمة ثلاث مراحل. لعل البعض يقول: ما هي الغاية وما هو الهدف من تعلم الحكمة؟ لماذا نتعلم الحكمة؟ ولماذا يبعث الله لنا الأنبياء والرسل ويجيب أوصياء لتعليم الناس الحكمة؟ ما هي الغاية؟ الغاية من الحكمة هي تكامل الإنسان والوصول إلى الهدف الذي خلق من أجله. أول مرحلة قال الحكمة النظرية، ثاني مرحلة الحكمة العملية، ثالث مرحلة الحكمة الحقيقية. المرحلة الأولى وهي الحكمة النظرية قال هذه مختصة بالنبي. ليش؟ لأنه هو الذي يخط النظريات، هو صاحب النظريات، وإحنا نأخذ النظرية منه. هو جاب إلينا قانون وجاب إلينا نظرية، وهذه النظرية من الله تبارك وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني النبي هو اللي يعلم الناس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيجي النبي يقول لك صلاة الصبح ركعتين، يجي النبي يقول لك صلاة الليل مستحبة، الصدقة مستحبة، هذه كلها نظريات يجيبها إليك النبي، أنت عليك أنك تطبق. المرحلة الثانية قال حكمة عملية. شفت النظرية اللي جابها المعصوم، جابها النبي، اعمل بها. لا يجي واحد يقول والله صلاة الصبح تكسر الخاطر، بس ركعتين، أنا بصليها ثلاث ركعات، وظنا منهم بأن هذا يحصل ثواب، أنه إذا زاد حصل ثواب، وهو لا يعلم بأن هذا إثم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ منهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويفكر بأن هذا صنع حسن، لكن هذا يسيء ولا يحسن. كما قال النبي افعل، سمعنا وأطعنا، خلاص مثل ما جاء النبي أن تعمل وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وآله، وفق هذه النظريات، حتى تصل إلى مقام الحكمة وتكون حكيما حقيقيا. ترجع إلى الحكيم الأول وهو النبي صلى الله عليه وآله. المرحلة الثالثة قال الحكمة الحقيقية. فلا يكون الحكيم حكيما حقيقيا إلا بالمقدمتين السابقتين. إذا أطاع الله حق طاعته كما أمر النبي وعبده حق عبادته، عندها يسمى حكيما حقيقيا. فإن الحكيم هو من عبد الله حق عبادته. ليش؟ الآية الكريمة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والحكيم هو العالم. زين، الآية الكريمة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هو الخير الكثير؟ فقط قالت الآية خيرا كثيرا، ما بينت ما هو هذا الخير الكثير، قالت خيرا كثيرا وبس. قال القمي في تفسيره إن المقصود بالخير الكثير في هذه الآية الكريمة هو معرفة علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاد علي بن أبي طالب. يعني من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني من عرف علي بن أبي طالب عليه السلام فقد حصل على الخير الكثير. هذا المفهوم الذي نفهمه من هذه الآية. إذا كان التفسير إن الخير الكثير هو معرفة علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني اللي يؤتى الحكمة فقد وصل إلى معرفة علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده وأولاد علي بن أبي طالب. يقول الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه: أصحابي
أيكم يصوم الدهر بأكمله؟ ما فطر ولا يوم. قام سلمان الفارسي قال أنا يا رسول الله. قال زين، أيكم يختم القرآن، أيكم يحيي الليل بأكمله، ما ينام في الليل؟ قام سلمان قال أنا يا رسول الله. قال زين، أيكم يختم القرآن في يوم واحد؟ قام سلمان قال أنا يا رسول الله. واحد من الجماعة عصب، التفت إلى النبي، يا رسول الله إن سلمان هذا من الفرس، هذا واحد فارسي ويريد أن يفتخر علينا، قلت أيكم يصوم الدهر؟ قام قال أنا، وأنا أشوفه أكثر اليوم وهو يأكل. شفته بعيني، أنا شفته. إن لم يكن له يوم واحد بس، لو شفته يوم واحد انتقضت قاعدة أنه صام الدهر بأكمله. قلت أيكم يحيي الليل بالعبادة؟ قام سلمان قال أنا، وهو أكثر الليل نايم. أنا أعرف سلمان وأشوفه. قلت أيكم يختم القرآن؟ قام سلمان قال أنا، وأنا أشوفه أكثر اليوم ساكت. فقال له النبي، مه يا فلان، أنى لك بمثل لقمان الحكيم. يعني شبه سلمان بمن؟ بلقمان الحكيم. سله فإنه يجيبك. التفت إلى سلمان قال، يا أبا عبد الله، لقد زعمت أنك تصوم الدهر بأكمله، أنا أشوفك تأكل في النهار. قال، ليس حيث تذهب، ولكني سمعت الآية الكريمة تقول، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فأنا إذا صمت يوم واحد حسب لي عن كم يوم؟ عن عشرة أيام. وأنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فكأنما صمت الشهر بأكمله. ليش؟ لأن كأنما حسب لي ثلاثين يوم. إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر، اليوم الواحد عن عشرة، فكأنما صمت الشهر بأكمله. عشرة أشهر، أنا أصوم من كل هالعشرة أشهر ثلاثة أيام، صارت ثلاثمائة يوم. إحنا عدنا السنة فيها 360 يوم، بقي شهرين، بقي 60 يوم. أي شهر وأي شهر؟ شهر شعبان وشهر رمضان. قال، ثم أتبع شهر شعبان بشهر رمضان، فكأنما صمت الدهر بأكمله. قال لزين، هذه مشيناها لك. زعمت أنك تحيي الليل، أنا أشوفك يا سلمان تنام في الليل. قال، ليس حيث تذهب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، من بات على طهر فكأنما أحيا الليل. اللي ينام على وضوء انحسب إليه كأنما صلى صلاة الليل وأحيا الليل بالعبادة. وأنا ولا مرة ذهبت إلى فراشي إلا وأنا على وضوء، ولا مرة رحت إلى النوم وإلى الفراش إلا وأنا على وضوء، فكأنما أحييت الليل بالعبادة. قال لي زين، هذه بعد ما لك مخرج منها. زعمت أنك تختم القرآن وأنا أشوفك كل يوم، يعني أكثر الوقت أنت ساكت ما ترتل القرآن، وإذا بغيت تختم القرآن تحتاج إلى قراءة متتابعة. قال، ليس حيث تذهب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف الخير الكثير الذي حصل عليه سلمان من خلال معرفته لعلي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده. يقول، سمعت رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام، يا علي، مثلك في أمتي كمثل سورة الإخلاص في القرآن الكريم، من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن، ومن أحبك بلسانه. هذا من القائل؟ رسول الله. ومن الراوي؟ سلمان. ومن أحبك بلسانه كان له ثلث الإيمان، ومن أحبك بلسانه وقلبه كان له ثلثي الإيمان، ومن أحبك بلسانه وقلبه وعمل معك فقد أتم الإيمان. يا علي، لو أحبك أهل الأرض كما أحبك أهل السماء لما خلق الله النار. وإني أقرأ سورة قل هو الله أحد، هذا سلمان يقول إلى ذلك الرجل،
وإني أقرأ سورة قل هو الله أحد في اليوم 3 مرات فكأنما ختمت القرآن. فقام ذلك الرجل وكأنه ألقم حجرا. إذا كانت هذه حكمة سلمان، كيف هي حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف هي حكمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اللي يقول النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة من وين يجي؟ فليأتها من بابها، يعني بمعنى من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا بتوالي النبي عليك بموالاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإلا لا فائدة من ولايتك للنبي، صلاتك صيامك حجك كل هذا ما من فائدة من دون ولاية أمير المؤمنين. يقول أمير المؤمنين من لم يتولنا أهل البيت فعمله باطل. إذا ما بتوالي أمير المؤمنين وما بتوالي أئمة أهل البيت، يقول لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، كل الأنبياء يحبهم وكل الأولياء، وصام ما صام صواما بلا كسل، وقام ما قام قواما بلا ملل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم، ويطعم القانعين السمن بالعسل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف بالبيت حافل غير منتعلي، وطار في الجو لا يأوي إلى أحد، وغاص في الماء لا يخشى من البلل، وعاش في الناس آلافا مؤلفة، خال من الذنب ما علي ولا ذنب، معصوما من الزلل، ما كان ذلك يوم الحشر عند الله ينفعه. هذا كل ما ينفع إلا في أداة استثناء. متى ينفع هذا العمل؟ إلا بحب أمير المؤمنين علي. يقولون في علم الأصول هناك قاعدة، القاعدة تقول مقدمة الواجب واجبة. إذا عندك أمر واجب، الصلاة واجبة، مقدمات الصلاة أيضا واجبة. الصلاة واجبة في نفسها، لكن مقدمات الصلاة واجبة لوجوب الصلاة. مثل ماذا؟ مثل الوضوء، لا صلاة إلا بطهور. هل الوضوء واجب في نفسه؟ الحين قبل لا يدخل وقت صلاة المغرب واجب علي أروح أتوضأ؟ لا، مو واجب. لكن إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة وجب الوضوء. ليش؟ لأنه مقدمة إلى الصلاة، ولا صلاة إلا بطهور، فصار الوضوء واجبا لوجوب الصلاة، فمقدمة الواجب واجبة. الحج، الحج واجب. ما هي مقدمات الحج؟ قالوا مقدمات الحج الذهاب إلى مكة. الحين في هاللحظة واجب علي أن أذهب إلى مكة؟ لا، مو واجب علي. لكن إذا وجب علي الحج، وجب علي الذهاب إلى مكة، هل أستطيع أن أأتي بالحج من دون الذهاب إلى مكة؟ لا، فصار الذهاب إلى مكة واجب لوجوب الحج. وهكذا كل أمر واجب مقدماته واجبة. فلان يقول لي روح جيب لي ماي، أنا أروح إلى المطبخ، ما قال لي روح إلى المطبخ، لكن أقول له ترى ذهابي إلى المطبخ مقدمة، أنا ما بقدر أجيب لك الماي إلا إذا رحت المطبخ عشان أجيب الماي، فصار ذهابي إلى المطبخ واجب لوجوب إيتاء الماء. فلان يقول لي اصعد إلى السطح، أنا أتوجه إلى الدرج، ما قال لي روح إلى الدرج، قال لي روح إلى السطح، لكن أنا أقول له ما أقدر أوصل إلى السطح إلا من خلال الدرج، فصار الدرج واجب لأن المكان الذي أريد أن أذهب إليه واجب. كذلك ولاية أمير المؤمنين، أنا مدينة العلم وعلي بابها. اللي يبغي والي رسول الله، من أين تؤتى هذه المدينة؟ من الباب. تقدر تدخل إلى البيت من دون الباب؟ إذا قالوا لك والي رسول الله، تقدر توالي رسول الله من دون ولاية أمير المؤمنين؟ لا. ليش؟ لأن علي هو الباب، وأتوا البيوت من أبوابها.
وعلي بن أبي طالب عليه السلام هو باب هذه المدينة، فلا تصح ولاية النبي من دون ولاية علي بن أبي طالب، مثل جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، هذا في يوم الغدير يقول إلى النبي احنا سوينا وقبلنا منك كل شيء، شهدنا لا إله إلا الله، شهدنا بولايتك لأنك محمد رسول الله، شهدنا بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر كل شيء إلا ولاية علي ما نقبل. وش صادر؟ وش صارت عاقبته؟ كل شيء يقول له يا محمد أمرتنا بأن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا ذلك منك، أمرتنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبلنا ذلك منك، ثم لم ترضى حتى رفعت بضبع ابن عمك وفضلته علينا، فهل كان هذا منك أم من الله؟ فقال فوالذي لا إله إلا هو هو من الله. مشى جابر بن النضر يريد راحلته وهو يتمتم بكلمات يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما وصل جابر بن النضر إلى راحلته وإذا بحجر قد وقع من السماء على هامته وخرج من دبره، ونزلت الآية الكريمة سأل سائل بعذاب واقع. فالحكمة نأخذها من أمير المؤمنين، فهم معادن الحكمة. يقول الإمام الهادي في زيارة الجامعة السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، أنتم معدن حكمة الله. فمعرفة علي بن أبي طالب هي الخير الكثير عند المؤمن، فعليه بموالاته. إذا كان من لم يوالي علي بن أبي طالب سقط في قعر جهنم، كما يقول النبي، يقول النبي إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلي على الصراط بيد كل واحد منا سيف، فلا يمر أحد من خلق الله إلا سألناه عن ولاية علي بن أبي طالب، فمن كان معه منها شيء نجا وفاز، وإلا ضربنا عنقه وألقيناه في قعر جهنم. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، قال مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا بمجرد أنه ما والى مو عادة، فقط عدم الموالات مدعاة للسقوط في قعر جهنم. إذن كيف بمن عادى أمير المؤمنين وأولاد أمير المؤمنين؟ كيف بمن نصب العداء والحرب لعلي عليه السلام؟ واللي قاتلوا الحسين في يوم العاشر من المحرم يقولون لنقاتلك بغضا منا لأبيك، وعمر بن سعد يقول اهجموا على خيام الظالمين. إنزين هذه الخيام فيها أولاد علي، فيها بنات علي، وانت تقول اهجموا على خيام الظالمين؟ ما اكتفوا بقتل الحسين بل أحرقوا خيامه. فخرجنا النساء وتفاولذن بالفرار بأمر من الإمام زين العابدين، عم زينب لوذوا بالفرار وفروا طفلين ولدين من أولاد مسلم بن عقيل، فروا على وجههم، هاموا على وجههم في البيداء. لما راحوا ضيعوا الطريق، التفتوا من وين الطريق؟ ضيعوا، تاهوا صحراء بر، إلى أن أرشدتهم الأقدار جابتهم إلى سجن عبيد الله بن زياد. وقعوا في ذلك السجن، في سجن ذلك الملعون، سنة كاملة وهم في قعر السجن. الكبير يلتفت إلى أخيه الصغير قال له أخي أخشى أن ينفني عمرنا ونحن في هذا السجن، ليش ما نتكلم ويا هذا السجان نخبره عن أصلنا عن حسبنا ونسبنا؟ قال لزين. أقبل ذلك السجان اللي قدم إليهم الطعام والشراب، يلتفت إليه الأخ الأكبر
واسمع كلامه الذي أثر في نفس ذلك السجان. وش يقول؟ قال يا سجان أتعرف محمد المصطفى؟ يا سجان أتعرف علي المرتضى؟ يا سجان أتعرف فاطمة الزهراء؟ يا سجان أتعرف الحسن المجتبى؟ يا سجان أتعرف الحسين؟ قال وكيف لا أعرفهم أما محمد المصطفى وهو نبي هذه الأمة ونبي، أما علي المرتضى فهو وصي رسول الله وإمامي، أما فاطمة الزهراء فهي بضعة رسول الله وسيدة نساء العالمين، أما الحسن والحسين فهما سبطي رسول الله. قال يا سجان نحن من عترة رسول الله، نحن أولاد مسلم بن عقيل. لما علم بأنهم من ذرية ومن عترة رسول الله أخذ ينادي وخجلتا منك يا رسول الله، وخجلتا منك يا أمير المؤمنين، نادي خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبينا الدهر خان، مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين، وذيك العشيره صاحبيها صايح البين، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوان. أويلي وإحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل، بالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوان والعليل، يقولون جابوهم سبايا الأرض كوفان. سمع الحسب وسمع النسب وعلم من يكونون، التفت إليهم قال لهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم، صغار ويتامى شحال قلبكم؟ عليكم من أيام يا بعد الأهل مروا سبيكم فوق المطايا وخالكم راس على أسنان. ألا من مناد وحسينا؟ قالوا وصف إلينا الحالة. قال أنا بعيني بعيني شفت حرة على ظهر المطية، ذوبت قلبي تنوح نوح الرعبية، كل من نظرها قال هذه الخال، ذوبت قلبي تنوح نو بنت نوح ونو بنت باري الرضعان. ويا الحرم عاينت شاب مقيدين يبكي على اهله وبالسلاسل باهضين، كل ما يوني وحش العالم ونينا كنا مريض ومن العله الجسد نحلان.
قالوا على وصفك هل مقيد بالزناجيل هذا البقية من عشيرتنا البهالي واللي تون وتباري النسوة والعليل من هي هذه الوديعة مخدرت فارس الفرس أخذ يبكي ودموعه تجري على خده وعلى وجناته. إيش سوى لكن هذا السجان؟ فتح باب السجن بالليل قال يا الله أولادي روحوا اطلعوا من هذا السجن. لوذوا بالفرار طلعوا أخذا يمشيان في تلك الليلة المظلمة إلى أن طلع عليهم الصباح. وصلوا إلى بستان من البساتين وهم يشعران بالمنية تلاحقهم أينما ذهبوا وين ما راحوا والمنية وراهم. أخذا يتعانقان الكبير ينادي على أخيه الصغير توعى يا عقلي هجمت علينا المنية ما يحصل لنا بهالزمن نومة هنية كل ما طلعنا من بلا شفنا بلاية ويا ليتنا ويا الأهل متنا ضحايا ويا ليت ساقونا بيسر ويا السباي أهون علينا من السجن ظهر المطية. أقبلت خادمة نظرت إلى الطفلين أقبلت إلى سيدتها العجوز تلك المرأة المؤمنة أقبلت تلك المرأة العجوز نظرت إلى طفلين يشع من وجهيهما النور على وجهيهما سيماء النبوة والإمامة. قالت من أنتما؟ سكتا فلم يتكلما خايفين يحسون بالمنية تلاحقهم. قالوا ألنا الأمان يا عجوز؟ قالت لكم الأمان. قالا نحن أبناء مسلم بن عقيل. تدري استوت لما علمت بأنهم أبناء مسلم بن عقيل؟ رحبت بهم أفضل ترحيب أهلا ومرحبا بعترة رسول الله. جابتهم استضافتهم مثل ما صنعت طوعة مع أبيهم مسلم بن عقيل. هذه المرأة أيضا تصنع نفس الفعل مع أولاد مسلم بن عقيل. ومثل ما كانت طوعة تنتظر قدوم ولدها الشقي هذه المرأة العجوز كانت تنتظر قدوم زوجها. أقبل ذلك الملعون بعد أن أنهكه التعب رجع عليه علامات التعب قال من أين أقبلت؟ قال ما تركت مكان إلا وأبحث فيه عن أولاد مسلم بن عقيل. قالت ما لك وأولاد مسلم بن عقيل؟ قال إن عبيد الله بن زياد وضع جائزة من يأتي بأولاد مسلم بن عقيل حيين كانا أو ميتين فله الجائزة الكبرى وأنا أقسمت أني ما أودي أولاد مسلم بن عقيل إلا رؤوس أودي رؤوسهم إلى عبيد الله بن زياد حتى أحصل على الجائزة. قالت أيهما أحب إليك جائزة عبيد الله بن زياد أو شفاعة رسول الله أو شفاعة أمير المؤمنين؟ قال لها دانق من عبيد الله بن زياد أحب إلي من شفاعة رسول الله ومن شفاعة أمير المؤمنين. دخل في قلبها الخوف لأن الغلامين ولأن الطفلين في تلك الدار. أخذ الرجل يمشي نحو الدار اعترض الطريقة ما خلته يدخل فأحس بأن في الدار أحد أراد أن يدخل اعترض الطريقة أبعدها عن طريقه فتح الباب وإذا به يرى أولاد مسلم بن عقيل عض على أنامله. قال أيها اليتيمان لقد أنهكت فرسي وأتعبت جسمي في البحث عنكم. أقبل إلى الأخ الأكبر رفع يده لطمه على وجهه حتى كسر أضراسه سالت الدماء على صدره ثم أقبل إلى الأصغار رفسه برجله ثم أوثقهما بالحبال وأخرجهما خارج الدار. استل سيفه أراد أن يقطع رؤوسهما وهما يقولان إليه ارحمنا يرحمك الله. قال ليس إلى ذلك من سبيل
قال امضي بنا إلى عبيد الله بن زياد يصنع بنا ما يشاء. قال لا كان ذلك أبدا. قال إذا امحلنا نصلي لله ركعتين. قال صليا إن نفعتكم الصلاة. دخلا في صلاتهم ما أن انفتل الكبير من صلاته إذ عاجله اللعين بضربة حتى قطع رأسه. نظر الصغير إلى أخيه يفور في دمه. أخذ يخضب نفسه بدماء أخيه. قال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدماء أخيه. لكن الرجس الزنيم لم ينتظر إذ رفع السيف فضرب الغلام على رقبته حتى قطع رأسه. ألا من مناد ومصيبة ساعد الله قلب تلك المرأة العجوز. أقبلت تلطم على صدرها وهي تنادي وخجلتا منك يا أمير المؤمنين وخجلتا منك يا رسول الله. صرخت بالأشعور العجوز لطمة الحام. صرخت بالأشعور العجوز لطمة الحام. خرت عليهم والدمع بالخد سجام. صيح الضيافة هاي تاليها يا ليتام. يا خجلة من المرتضى خواض الأهوال. ظنيت يا حبابي تفوزون بسلامة. ظنيت يا حبابي تفوزون بسلام. ما كنت اظن بهاي وارجع بالندام. بلغوا سلامي الطهر جدكم يا يتام. ما اقدر اواريكم ترى ما عندي رجال. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل عزانا اشف مرضانا اقض حوائجنا يسر امورنا سهل مطالبنا.